السلام عليكم. كنت درت الخبز، كنا درنا الخبز، درناه في هذا في الفران تاع الطين وهنايا في بلجيك. غير شنو هي، انا صورت كل شيء، انا جيت باش نعدل ما لقيت والو. واسمحوا لي، تقدروا تشاركوا في القناة ديالي، مرحبا بكم. وعندي حتى في هنايا في اليوتيوب، وعندي حتى في سوات 8866 في الانستغرام، هنا تقدروا تشاركوا، مرحبا بكم فضلا وليس امرا. وشكرا اخواتي للتعليقات الحلوة اللي كتخليوها لي دائما. المهم، هاد البريوش درته اختي بعد ما درنا الخبز، وكنت صورت كل شيء، الخبز وكله صورت، حتى انا يا كي كنت، كان مثلا هذا كان رفد الصينية تاع الخبز وكل شيء ما شاء الله، ولكن ما لقيتش. شنو غادي ندير؟ راه عندها اختي القناه، وغادي نصيفط لكم الرابط نتاع البريوش اللي دارته، وكيخرج زوين ما شاء الله، خرج زوين. ودرناه في الفران هنايا نتاع الطين اللي كانت دارته الوالده ديالي من قبل، وراني شاركت معكم هنا الفيديو كيف دارته في البناء ديالها وكله. هذا الشيء اللي لقيت الصور، انا ما عرفتش علاش كيبقى الخاطر، ملي كان الواحد كيغضب شويه، ولكن ما عليش، ما كان مشكل. مره اخرى ان شاء الله باذن الله. كنا درنا حتى هادو ودرنا لهم الفيديو، شحال انا نعدلو ونصاوبو يعني، ولكن كل شيء مشى، ما عرفتش علاش هذا الشيء اللي بقى وصافي. مهم، الى دير ان شاء الله الفيديو اختي، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف، نخليه لكم، بغيتو تشوفوه تشوفوه الا بغيتو، لان فيهم لفات جداد وطيات جداد وكله، ان شاء الله يخرج لها حتى هي مزيان باذن الله، يعني داك الفيديو داك التصوير حتى هي كانت تصور، ولكن شنو غادي نديرو. المهم هكذا خرج، كيخرج زوين ما شاء الله، النار ما خاصهاش تكون مجهده وصافي. هاد القطه كانت حتى داتها اختي، قلت لها تمشات وتبعت اختي، هي القطه نتاع تما، اذا فقلت لها جيبي جيبيها من هنا بعدا نصورها شويه بعدا. المهم هذيك هي، هكذا كيخرج، غادي نوريه لكم، راه غادي نصيفط لكم الرابط ان شاء الله وصافي. ومن بعد مشينا للدار وهكذا. شكرا للمشاهدة، سلام.